لما كنا طلبه بدنا نسوي معرض، انا حالي حال بقيه الشباب انا ذاك، هاي بال 55 1955 سويت تمثال شويه بتغيير بتجريد بكبرت الراس زغرت الايد يعني حسب رغبتي. اكتشف قال لي هذا صح، هذا قال انه التمثال بالصف على جنب انا جت عامله، انا قلت له تمثالي هذا انا، نهرني وعاتبني بشده وبقسوه استاذ، قال لي انت ابن سلاله حضاره وادي الرافدين، انتوا عندكم الفن الاشوري والفن البابلي والفن الاكدي والفن السومري، جابك على هذه الاعمال هاي غير دائمه، اهتم بتراثك، العالم مهتم بتراثكم. هذا حركه اثرت بي بشكل فظيع. كانت تلك هي اشاره مهمه، إشارة جدا مهمه. هذا زود ازاد اهتمامي السابق بموروث الحضاري. لما كان استاذي الله يرحمه جواد سليم لما اسس في بغداد أسد بالخم بداية الخمسينات جماعة بغداد الفن الحديث، نعم. انتخبني أنا، كنا طلاب، أنا طالب، شاكر حسن طالب، طلاب الجيلاني كان طالب، كلنا صرنا أعضاء بالجماعة جماعة بغداد اللي ألفها جواد سليم. نعم. من مبادئها أو من آراء هاي الجماعة اللي كانت تبشر بها أنا ذاك، وهو الاهتمام بالموروث الحضاري العراقي، ولربما هو الأشهر والأكثر، نعم. أو الفن الإسلامي اللي ما يحيطنا اهتمام به وطرحه مجددا بشكل معاصر. إذن قوريزي وجواد سليم وقبلها النحات الإنجليزية اللي كانت أيام، هاي كلها سميها بالنسبة لي بناء تكويني أنا شخصي، شخصية الفنية لمحمد غني حكمت، نعم. أكون محدد بفكر فكري محدد بهذا الاتجاه، إذن أنا متجه. لذلك كانوا بصراحة ملتزم. قطبين مختلفين، يعني جواد سليم حامل للفكر والفن الشرقي أو العراقي الأصيل، وكريزي هو حامل للفكر الغربي، وحضرتك عبرت عنه هو أواخر عصر النهضة، يعني لربما خليفة مايكل أنجلو أو غيره. يعني لهذا قلت لك سفراتي إلى أوروبا المتعددة، وأنا صرت محظوظ أيضا، دائما أقول أنا محظوظ، يعني ظروف خدمتني أن أشتري فيسبا سكوتر صغير، وواحدة من العطل بالأكاديمية عندنا عطلة، عطلتنا دوم 3.5 شهور، أنا بهالثلاث شهور ونص بالفيسبا مع زميلي سعد الطائي اخترقنا كل إيطاليا إلى سويسرا، ومن سويسرا اخترقنا كل ألمانيا إلى هولندا، ورجعنا بنفس الطريق. المسيرة الطويلة اللي ما أعرف كم ألف كيلومتر على السكوتر على الفيسبا، شفت المتاحف الأوروبية وشفت الحدائق المهمة، شفت القصور المهمة، شفت الكنائس المهمة، شفت المعالم والنصب الكبيرة بهاي المدن الكبيرة اللي مرت بها. هذه غذاء لي زودني أكثر أن أكون ملتزم أكثر. ما أريد أصير أوروبي، ما أريد أصير أوروبي، أنا عراقي، أنا شرقي، أنا عربي، أنا هذا عالمي، هذا الفن المتطور. ما أريد أتخلى أنا شخصيا، ما أريد أتخلى. نعم. لكم دينكم ولديني، ولديني. أنت حقك تنتمي لأي انتماء، نعم. بس أنا هذا انتمائي. هذه الشخصية الأوروبية اللي وجدتها في النصب والقصور والكنائس حتى في كل أوروبا، يمكنها بفترة الستينيات، هذه يعني حفزت عندك هذه الروح والنزعة القديمة أصلا لمحمد غني الصبي والطفل والصبي في تلك المدينة ببغداد أن يلتزم بالموروث العراقي. كيف وجدت الفرق ما بين الموروث الغربي والموروث العراقي اللي موجود؟ هو كل واحد له حقه حقه الطبيعي. أنا بالنسبة لي أحترم الفن الأوروبي،
واحترم الفن الحديث. نعم. واحترم الفنانين اللي يسمون التجريد. احترمهم. بس انا في نفس الوقت انا احترم نفسي واحترم عملي واحترم تاريخي. هذه المفارقة تخليني شجعني اكثر لما كنت اقيم معارضي في روما، معارض شخصية. نعم. او مساهماتي في بعض المعارض مشاركة. هناك الصحافة. نعم. الصحافة اللي انا ما اعرفهم ولا ما اعرفهم شخصيا، كانوا يكتبون عن اعمالي بكتابات مميزة وكلها عندي موجودة باللغة الإيطالية. هذه الكتابات كانت تشير إلى أن هذا فنان عراقي، عراقي من موروث، موروث عراقي إلى ميزة معينة، إلى يعني مديح بشكل خاص إلي وأنا ما أعرفهم، بس يقول لك أنت مميز.